أستطيع أنا أيضاً أن أقول لعبي من زينب. يستطيع اللعب معك، هل الهاتف يستطيع اللعب معك؟ أهلاً بكم يا أصدقائي في كل مكان. أهلاً بكم يا أصدقاء في كل أنحاء العالم. أنا مراد. وأنا زينب. أهلاً بك يا زينب. أهلاً. اليوم سنتحدث في موضوع شيق جداً مهم. نعم ومهم. عن اختيار الصحبة الصالحة للأطفال وحتى للكبار. الصحبة الصالحة؟ نعم. مسألة تؤرق كل أب وكل أم. من سيصاحب ابني أو ابني؟ من سيصاحب؟ من هم أصدقاء بنتي أو ابني؟ أليس كذلك؟ نعم. لأنه في المثل يقولون الصاحب ساحب، يأخذك إما إلى الخير وإما إلى الشر. إلى الشر. كيف تبدأ القصة يا زينب؟ يعني كيف نختار الصديق؟ بالنسبة إلي؟ بالنسبة إلي اختيار الصحبة الصالحة هو أن تأخذ شخصاً أكبر منك سناً تستفيد منه ويصير صديقك للغاية، يكون مثلاً يصلي، يا مسلم، يعبد الله، يكون يستطيع إفادتك، مساعدتك في التمارين، يقف معك في المواقف الصعبة، لا يتركك أبداً. مثلاً التقيت بصديق جديد وكان عندك صديق قديم أصلاً، ثم بعد ذلك قلت قال لك شيئاً سيء، فعليك تركه من البداية لأن ربما يكبر ذلك المشكل، لا تستطيع مساعدته، يكفي، اتركه وقل له حسناً إلى اللقاء، نلتقي ثانية، أحببتك، لا تلتقي، لا لا أريدك، لا أريدك، اذهب اذهب بطريقة لائقة. زينب زينب زينب، اليوم زينب أنت تتحدثين بأشياء مهمة جدا جدا. نعم. جدا. إذا كان الصديق الذي يعني قابلته اليوم قال لك شيئا سيئا أو كذب عليك أو شعر أن هناك، تقول لك زينب اقطع علاقتك به، ولكن بطريقة جيدة وباحترام حتى لا ينزل، لا يقول أنت مزعج ويخبر أصدقائه هكذا. ألا تعتقدين يا زينب أنه يتوجب علينا أن نعطي الآخرين فرصة؟ نعم، ولكنه قال لك شيئاً سيئاً، أليس الصديق ساحب؟ نعم 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 نعم، يعني إذا كان الصديق جيد نصاحبه، وهذا يظهر عليه منذ البداية. نعم، منذ أول لقطة، منذ أول لقطة كما قالت زينب. وإذا كان الصديق سيئاً نبتعد عنه. نعم. ولا نحدث أنفسنا أننا نريد أن نبقى معه أو هكذا. بعض الأطفال يقول لك يا أخي هذا الطفل غني، أريد أن أبقى صداقة بالمصلحة. صداقة بالمصلحة، ولكن بالنسبة للأطفال تكون عفوية. لا يأخذون هذا بالحسبان. نعم، ولكن الكبار أجل يمكن أن تكون عندهم، يكفي، صديقك صار فقيرا تتركه، أنت كان عندك صديق ولم تكن تعلم أنه تصدق معك بمصلحة أنك غني وأنت لا، ينتهي عندك الأموال، تأتيك أزمة، تذهب عندها يقول لا 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 أنت لم تعد غنيا، يكفي، أنا صرت أغنى منك، اذهب، لا أحتاجك. يعني أنا أعرف أطفال أيضا كثر تعرضوا إلى إشكالات في يعني حياتهم في حياة الصداقة. بعضهم مثلا كان يذهب إلى المدرسة وصديقه الذي يجلس بجانبه مثلا يسرق منه الأقلام، وهو مثلا يقول من الذي يسرق الأقلام، من الذي يسرق الأقلام، ثم اكتشف أن صديقه الذي يجلس بجانبه هو الذي يأخذ أقلام. مثلا في حالة مثل هذه ماذا يتوجب علينا أن نفعل؟ علينا الصبر، وأيضا نخبر شخصا بما يحدث، إما المدرسة. نعم. وإما نخبر والده أو والدته إذا كانوا من جيراننا. نعم. أو نعرف بيتهم، أليس كذلك؟ نعم. أليس؟ نعم. أنا أملك صديقة، هي صديقتي المفضلة فعلا، اسمها عليا، وهي في فرنسا، فرنسية، كنت أدرس معها في مدرسة أمها وأبيها، ثم عندما كبرنا علينا مغادرة المدرسة اتصلت أمها بأمي وقالت لها أي مدرسة ستذهب إليها زينب، ثم قالت مدرسة هكذا هكذا هكذا، وكانت الأم مخططة أن تأخذ عليا
صديقتي إلى مدرسة أخرى، لكن عليا لم تستطع وكان وبظلت تبكي 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 ورفضت أن تذهب، أرادت أن تتبعني وأنا أيضا أردت ذلك بشدة. ظللنا مع بعض إلى الثالث والآن نحن ذاهبتان إلى الرابع مع بعض ثانية. ما شاء الله درسنا طول هذا التعب. هذا حرص زينب على صديقتها وحرص صديقة زينب وهي صحبة صالحة أيضا وأيضا الأمهات أيضا. نعم. والدتك ووالدة صديقتك نعم. عليا أيضا حريصتان على أن تكونا معا في نفس نعم. المدرسة. أذهب إلى بيتي أخذها معي إلى أي مكان. أليس شيئا سيئا أن يكون للإنسان أو أن لا يكون للإنسان صديق؟ نعم، مستحيل أن لا يكون عنده صديق. الأمر محزن سيء، لا يوجد شخص آخر يقف معك في مثلا عندك مشكلة، لا تملك صديقا يعطيك أموالا ولا يساعدك في العمل ولا شيء. صعب، صعب جدا أن يكون نعم. إنسان بلا أصدقاء. لكن زينب البعض يضع شروطا قاسية من أجل أن يختار صديقا، وكأنه يعني ممكن أن يكون موجود في الجنة فقط. يقول أنا أريد صديق هكذا يصلي كل الصلوات، يدفع الصدقات، أريده أن لا يكذب أبدا، أريده أن يكون ذكيا جدا. وماذا لو قال الصديق أصديق الذي يريد اختياره أنت تكذب أيضا مثلا؟ فالكل كذب، لا يوجد إنسان كامل. لم يكذب نعم، لا يوجد أصلا إنسان كامل كليا ليس فيه ولا عيب. إذن بعض الأصدقاء نتغاضى عن بعض عيوبهم أو مشاكلهم. أستطيع أن أقول عيبي، أغضب نوعا ما بسرعة وقد أفقد صداقتي بسرعة ثم أعيدها ثانية، لا أريد أن يكون الانجراح سيء. وأنا أعرف عنك معلومة أخرى أريد أن أقولها. أنت تغضبين أيضا عندما تتركين الهاتف. الهاتف نعم. لماذا يا زينب؟ لأنه صديقك وتركتيه؟ لا أعرف كيف أشرح، ربما يكون ذلك أو ربما توقفني أمي أو أبي أو ينتهي الوقت الذي خصص لي، قاله لأبي أو أمي لمسك الهاتف واللعب به وأغضبه. لكن هذا لمصلحتك يا زينب. أجل لمصلحتي، لكن الأطفال كلهم لن يتفهم. زينب تعرف أن هذا الشيء لمصلحتها، لذلك هي تنزعج قليلا لكن ترضى تقبل في النهاية. نعم. يعني زينب في النهاية كل أب وكل أم يريدان أن يكون لابنهما أو ابنتهما صديق أو صديقة يشعرون بالراحة تجاهه. نعم. هل يجب أن أيضا يكون هناك شروط للآباء والأمهات؟ نعم. لا داعي. لا داعي. من يضع الشروط ومن يختار؟ الابن. الابن ذاته. نعم. وإذا كان اختياره غير جيد؟ صراحة يخبر أباءه أو يطلعون على الأمر ضروري. مهم أنا صديقتي على أتعلم منها الفرنسية وهي تساعدني على تعلم وأنا أريد أن أقول شيئاً مهماً جداً جداً يا زينب. نعم. ما هو؟ لأذن صغير هناك يا زينب. هناك إذا أردتم أن تختاروا لأبنائكم أصدقاء صالحين وجيدين عليكم أن تختاروا البيئة الصالحة. نعم. البيئة الصالحة يعني أنت تعيش في بيئة كلها سيئة أو كلها أخلاق سيئة. نعم. تبدل عليك أن تغير. من أين سيأتي الصديق الجيد؟ من المدرسة، من الشارع تجده يمشي. لذلك يجب أن تختار أولا مكان سكن جيد، بيئة جيدة، ومن ثم مدرسة جيدة. نعم. البيئة السيئة أيضا تضر للغاية. طبعا. الأب والأم والشارع كله من يعيش من الصالحين. بعض العائلات المحترمة أيضا يكون قدرها أنها سكنت في مكان سيء. نعم. ماذا سنفعل؟ عليها أن تصبر وتحتسب. لكن بقي في هذه الحلقة أن نسمع توصية من زينب للأطفال من أجل أن يختاروا صديقا مناسب أو مناسبا. ماذا تقولين زينب؟ على الصديق الذي تختارونه أن يكون جيدا لطيفا متسامح، وهو التالي يملك العديد من الصداقات، يمكنه أن يقربك إلى صديق آخر اختاره وكان جيدا. وعلى صديقك أيضا الذي تختاره أن يختارك أنت وتختاره أنت وتكون أنت مناسبا له وهو مناسبا لك. شكرا جزيلا يا زينب. من لم يستطعم
طعم الصديق الصادق الجيد، أوصيه بالبحث عنه باستمرار. لا تعيش مع الهاتف، ولا يكون الهاتف هو صديقك أو التكنولوجيا هي صديقك. نعم، ستمل يوما ما. يجب أن يكون هناك إنسان حقيقي هو صديقك. يستطيع اللعب معك؟ هل الهاتف يستطيع اللعب معك؟ لا يستطيع أبدا. شكرا جزيلا يا زينب، وشكرا لأصدقائنا في كل مكان. نعم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. مدعم.